دواره دواره كونجلي. دي هذه سامحني سامحني هذه هذه لا 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 مادام جبناهم صح معليش مادام علاش جبناهم علاه تحطهم كاف في حاله كارثيه رائحه جد كريهه اللون ديالها متغير راكم تشوفوا بلي الظلمه ديجا ماهيش تبان مليح مي لونها داير منتهي الصلاحيه بدون شهاده طبيه بدون احترام ادنى شروط النظافه يعني لو ستريك مينيموم ما كاش كما راكم تلاحظوا لهنا يعني ظروف جد كارثيه في هاد غرفه التبريد في هاد الورشه السريه دجاج ديك الرومي لحم منتهي صلاحيه مجمدين يعني عاود يحولهم باش يعاود يبيعهم للمطاعم يبيعهم يخدموا بهم مليان ها هو يعني كما كنت تلاحظوا مجمدين هما غادي عاود يذوبهم يرحيهم يعاودوا كيفاش ترمى ترمى تخليه في الكونجيلاتور المكياج وين ما على حسب شوف المكياج وين نرمى طريق كل ما قلنا نقول لهم تخليه شوف 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 كي ترمي حاجه تندار في الساشي وتنحط برا لداخل في الكونجيلاتور صافي راهي راهي معدل الاستهلاك ما عندك حتى كلمة فوت وزنها شحال هذا وزن وزن شوف تبعا للخرجات الميدانيه للفرق المختلطه مع مصالح الامن على مستوى بلديه جسر قسنطينه تمت مداهمه ورشه سريه لتحضير وتحويل اللحوم من اجل اعاده بيعها للمحلات تتمثل في لحوم ديك الرومي وزوائد واحشاء الدجاج والكبش يعني هذه العملية أسفرت على حجز 5 قناطر و60 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري تنعدم في هذه الورشة أدنى شروط النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام شروط الحفظ للمواد الغذائية مما يشكل خطرا على صحة المستهلك وعليه سوف يتم تحديد محضر متابعة قضائية ضد المخالف وكذا إتلاف كمية اللحوم غير صالحة للاستهلاك. تدخل هذه الخراجات ضمن البرنامج المصدر من قبل القيادة بشأن الحفاظ على السلامة وصحة المستهلك لا سيما مع الشهر الفضيل أين يكون إقبال المواطن كبير على مادة اللحوم ومشتقاتها وهذا دائما بالتنسيق مع أعوان المديرية التجارة لولاية الجزائر المفتشة الإقليمية لبرمو درايس حيث أسفرت عملية مداهمة أحد الورشات غير الشرعية لتحويل اللحوم الموجهة إلى صناعة النقانق والشيش كباب والزوائد مختلف الدواجن والأغنام والأبقار حيث تم ضبط وحجز 5 قناطر و60 كيلوغرام من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء وكذا الأحشاء. دزاير تود تتمنى لكم رمضان كريم. دزاير تود أول قناة إلكترونية في الجزائر.